اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية صباح اليوم بالديوان العام للوزارة مع معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لمملكة البحرين. وفي بداية الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن خالص اعتزازه بزيارة معالي السيد أحمد أبو الغيط للمملكة مجددا له التهنئة بمناسبة تولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية والتأكيد على ثقته التامة في قدرة معاليه بما يتمتع بها من مكانة رفيعة في ظل تجربته الدبلوماسية الحافلة وخبرته الواسعة على تعزيز التضامن العربي وتطوير العمل العربي المشترك لكل ما فيه خير وصالح الأمة العربية متمنيا له التوفيق والسداد. وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على أهمية دور جامعة الدول العربية في تقوية الروابط بين الدول العربية والحفاظ على كياناتها خاصة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تواجه فيها تحديات جسيمة تهدد بقاء مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، وهو ما يفرض دعم الجامعة العربية ودفعها إلى الأمام وتفعيل الدور الذي تقوم به تجاه مجمل القضايا العربية لتمكينها من تمتين أواصر العلاقات بين الدول العربية وحماية تماسك مجتمعاتها ومواجهة التحديات المختلفة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في السلام والتنمية والرخاء. من جانبه أشاد معالي السيد أحمد أبو الغيط بالدور البارز الذي تطلع به مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وفي توحيد الصف وتنسيق المواقف بين الدول العربية، معربا عن خالص شكره وتقديره لدعم مملكة البحرين الدائم له ولجامعة الدول العربية وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل المشترك باعتباره الأداة الرئيسة والفاعلة للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها الدول العربية على كافة الصعد متمنيا للمملكة ولشعبها دوام التقدم والازدهار. كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والتنسيق والتشاور حول قضايا المنطقة وسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها. وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن الاجتماع مع الأمين العام تطرق إلى بحث العديد من القضايا في المنطقة من أبرزها العمل العربي المشترك والعلاقات مع دول الجوار وجهود مكافحة الإرهاب. معالي وزير الخارجية أشار إلى أن مملكة البحرين لن تدخر جهدا لدعم مساعي الأمين العام لتقوية العمل العربي المشترك الذي هو أساس استقرار العالم العربي. في البداية أن أرحب بأخي العزيز وصديقي معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين العام لجامعة الدول العربية في بلده مملكة البحرين، وأن أجدد للتهنئة بتوليه منصب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسأل الله أن يعينه على هذه المسؤولية الكبيرة، ونؤكد له أن مملكة البحرين لن تدخر أي جهد في خدمة مساعيه لتقوية العمل العربي المشترك الذي هو أساس استقرار العالم العربي في هذا الوقت المهم. أعرب له عن جزيل شكري لمعالي الأمين العام ولجميع العاملين بالأمانة العامة على ما قاموا به من جهد ملموس خلال الدورة الحالية لمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أثناء ترأس مملكة البحرين لهذا المجلس، ونتطلع لتسليم الرئاسة في الاجتماع القادم إلى الجمهورية التونسية الشقيقة. واليوم اجتمعت مع معالي الأمين العام وبحثنا الكثير من القضايا في المنطقة والعمل العربي المشترك والوضع في سوريا والوضع في اليمن والعلاقات مع دول الجوار ومسألة الإرهاب، وكانت لدينا نظرة واضحة. وكما عرفنا نعرف معالي الأمين العام من قبل، لديه الصورة واضحة كاملة ولديه الأفكار الصحيحة والمفيدة للتعامل في هذا الشأن. من جانبه أكد معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن فترة رئاسة البحرين للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية اتسمت بالكثير من الإنجازات. أبو الغيط جدد الموقف الداعم بقوة لمملكة البحرين ضد أي تهديدات خارجية، مشيرا إلى القرارات الصادرة من الجامعة العربية ضد هذه التهديدات. الحقيقة هذه زيارة عزيزة جدا
لهذا البلد الذي أكن له كل التقدير والمودة والاحترام والحب، وكان موقفنا دائما هكذا. لك معزة كبيرة للغاية، ولك تقدير كبير للغاية، وأود أن أعبر عن عميق الشكر لجلالة الملك ولولي العهد ولرئيس الوزراء ولك شخصيا على كل الجهد الذي قمتم به في تأييد ترشيح جمهورية مصر العربية لي شخصيا لمنصب أمين عام الجامعة العربية. بالتأكيد كان لكم دور كبير في هذا الشأن أو في هذا الصدد. رئاسة البحرين للمجلس الوزاري اتسمت بالكثير من الإنجاز. أبدأ هذه السلسلة من الزيارات بالبحرين لأنه رئاسة البحرين للمجلس الوزاري يتبعها الرئاسة القادمة لتونس، وسوف أغادر هذا البلد الحبيب إلى تونس استمرارا في الإعداد. فعلا تناقشنا اليوم في الشأن العربي وهو الاهتمام الأساسي للجامعة العربية، والوضع العربي مثلما اتفقنا يحتاج للكثير من العمل البناء والجهد لكي تستقيم الأمور. تناقشنا في فعلا المشكلة السورية، المشكلة الليبية، الوضع في اليمن، واتفقنا على ضرورة العمل العربي المشترك، على تجميع الإرادة العربية، على تسوية أي، لا أقول نزاعات، ولكن أقول تسوية اختلافات الرؤى بين الأشقاء حتى نستطيع أن ندفع بالعمل العربي المشترك إلى الأمام. أقف كأمين عام للجامعة العربية، أقف وبقوة مع البحرين، ونؤيد البحرين ضد أي تهديدات خارجية. وهناك قرارات صادرة من الجامعة العربية بدعم البحرين ضد هذه التهديدات، ونقف معكم وسوف نقف معكم دائما. أتمنى للبحرين كل التقدم وكل الرخاء، وأثق في أن البحرين سوف تمضي في الطريق الصحيح الذي يؤمن لها ولمواطنيها ولشعبها كل الشعب كل التقدم والرخاء.